اهلا وسهلا بكل الساده المشاهدين اللي بيتابعونا بيشوفونا على شاشه القناه الاولى والفضائيه المصريه من التلفزيون المصري. حلقه جديده النهارده من برنامجنا الشهير اكله امي. خليها سمك النهارده يا شفنا. معانا كاليماريا النهارده، والكاليماريا اللي معايا كاليماريا اوزي صغيره كده لطيفه وجميله، هنعملها مقليه كريسبي بالزبده والليمون. حاجه جديده كده لاول مره ممكن نعملها، هتعجب حضراتكم ان شاء الله. والاطفال والاولاد مش بيحبوا السمك، بس عند الجمبري والمقليات زي كاليماريا سبيت ما يقول ما فيش اعتراض، بيحبوا ياكلوها دايما على طول. معانا سمك في القشر بياض النهارده، هنعمله صينيه بالبطاطس فيها خبره طهويه كده، دي حاجه بقى ايه مسبكه. صينية البطاطس مع سمك فيليه قشر بياض، نشوف هنعملها ازاي بطريقة بسيطة وسهلة. عدل الأكل ده شوية رز أبيض على النار بيستووا، مش هنضيع وقت فيهم. معانا النهاردة المانجا، والمانجا بتاعتنا السنة دي مكسرة الدنيا، تصدير لكل دول العالم، مانجا طعمها عسل من أرض طيبة. هنعملها سموز النهاردة بالليمون والكريمة، هنشوف نعملها مع بعض ازاي بطريقه جديده برضو. وكل ما تيجي في ايدي المانجا لازم اكلها بعصير او بطريقه جديده، هنشوف نعملها مع بعض ازاي سموزي بطريقه جديده هتعجب الاطفال وتعجب الكبار. وخليها سمك النهارده، دايما بيقولوا لي على السوشيال ميديا لما بنسمع خليها سمك النهارده بتعمل سمك كشيف بطريقه جديده، طريقه مبتكره، ولكن الاهم من ده كله بطريقه سهله. كاليماريا مقلية كريسبي هيحبوها الأولاد والكبار، مقاديرها على الشاشة. كاليماريا صغيرة اللي هي الأوز الحلوة، يعني الكيلو بيعمل 20-30 واحدة تقريبا. معانا روس الكاليماريا نفسها كمان، معانا زبدة، معانا ليمون، معانا زيت للتحمير، معانا دقيق نشا، دقيق سميت، عصير ليمون. تعالوا نشوفوا نعملها مع بعض إزاي. كاليماريا على الشاشة صورتها لطيفة جميلة تعني مليون كلمة معاها الليمون. تعالوا شوفوا نعملها ونتبلها الأول مع بعض إزاي. أول حاجة هنتبل الكاليماري، حلوة نتبلها كده مع بعض ونقطعها بتقطيعة حلوة. إيه رأيك في الكاليماري؟ لسه مش هاخد المقادير يا فندم؟ يلا هاخد المقادير تاني. نشوف الكاليماريا مقاديرها على الشاشة. معانا كاليماري، معانا عصير ليمون وتوم، الله، وزبدة وليمون. معانا البهارات بتاعتنا ملح وكمون وشمر ناعم. المقادير بسيطة وسهلة ولكن الخبرة الطهوية تفوق قمة الهرم. كاليماريا صغيرة 30-40 في الحبة، تعالوا نشوفوا نعملها مع بعض ازاي. هناخد الكاليماريا الحلوة دي كده الأول، نبص عليها كده الأول. الكاليماريا دي غير الكاليماريا اللي بتشوفوها كبيرة، شفتوها معانا الكبيرة قبل كده. الصغيرة الحلوة دي كده اتطلبت مني ازاي نعملها مقلية يا شيف، بناكلها ببعض المطاعم بتبقى زي ما هي كده. كاليماريا عصفوري، كاليماريا اوزي صغيرة ولطيفة وجميلة. تعالوا نعملها مع بعض بطريقة بسيطة وسهلة. الأول حاجة هنتبلها مع بعض، حلو الكلام؟ طيب التتبيلة بتاعتها كالآتي: توم مفروم ناعم هنا كده. اوعي يا ست الكل حذاري تحطي زيت او زبده في تتبيله السمك، اذا كان سمك، اذا كان كاليماري، اذا كان سبيط، جمبري، اوعي تحطي لا زبده ولا زيت. انا حطيت دلوقتي توم وملح، توم وملح، حلو قوي. شويه عصير ليمون، توم وملح وعصير ليمون كده، مفيش زفاره. بهاراتنا ملح وفلفل وكمون وشوية شمر ناعمين، دول أساسي. ما هو الشمر يا شفنا؟ الشمر بذور الشبت المفرومة ناعم، حلو. وفي توابل السمك وخاصة كاليماري وسبيت ما تكتريش توابل كتيرة عشان نستطعم إذا كان ده سبيت ولا كاليماري. وإيه الفرق بين الكاليماري والسبيت يا عم الشيف؟ الفرق مفيش، بسيط جدا، اللون واحد، دي أبيض وده أبيض. كاليماريا منها أحجام صغيرة والسبيت منه أحجام صغيرة، يعني الحجم واحد ولكن الشكل مش واحد. كاليماريا زي ما حضراتكم شايفينها معايا كده بتبقى قراطيس صغيرة، أما السبيط له شكل تاني طبعا، بيبقى كده كبير عامل زي كف الإيد. التتبيلة اللطيفة دي كده أهي عبارة عن توم، شوية كمون، شوية كزبرة، عصير ليمون، وخلي التتبيلة كده جاهزة زي الفل. أهم حاجة فيها التوم وعصير الليمون، حلو أوي. ناخد الكاليماري بتاعتنا بقى
بسكينة صغيرة كده حامية ونبدأ نفتحها كده. طالما هي صغيرة بالحجم ده كده مش محتاج ان انا اقطعها. زي ما هي كده احطها في التتبيلة. اتفرجي عليها دي لما تتقلي. بالشكل ده كده. ممكن اقليها سليمة يا شيف؟ لا. ما يفضلش انك تقليها سليمة. انا عايز افتحها من بطنها كده بالطريقة دي كده عشان التتبيلة تخش جوه حبات الكاليماري واكلها كريسبي. بعد التتبيلة دي يا عم الشيف بنجهز التوبنج بتاعنا، عبارة عن دقيق ونشا وسميد ناعم. دقيق ونشا وسميد ناعم. كاليماري افتحها بالشكل ده كده. لما تروح عند السماك هيقول لك الكاليماري عايزاها متنضفة ولا عايزاها سليمة؟ قولوا له لو سمحت نضفها لي، بس من فضلك الروس بتاعت الكاليماري عايزها. هيقول لك يا فندم، لانه بيتعب في تنظيفها، مفيش مشكله لما ترضيه ويديك الرز بتاعت الكاليماري الحلوه ديت. ممكن تعملها شوربه تبقى لطيفه وجميله، اللي هي معايا دي مخرجنا الجميل، او انك تعملي شويه رز صياديه وتحطهم في قلبيها، او رز ابيض وتحطهم في قلبيها، او رز بالسي فود وتحطها في قلبيها، وهكذا. عشان كده بقول لك كلمه حلوه للراجل، يقول لو سمحت من فضلك انا عايز الرز بتاعت الكاليماري. الرز بتاعت الكاليماري غير رز السبيط. رز السبيط ده اجباري لازم يحطها، لان السبطايه نصها ولا تلتها الراس بالزعانف بتاعتها، فطبيعي بتلاقيها في قلب الكيس مع اللي بينضف لك السبيط. اما الكاليماري بيستسهل ويلم الراس بتاعته. انا بزعل. قالوا الكلام. النصايح دي بقولها لك كده وانا شغال، لان انتوا عارفين طبيعه الشيف المغازي ومدرسه الشيف المغازي. معاكي واحدة واحدة في أي معلومة أنت حباها، ومش ببخل عليكي بأي معلومة عشان تكوني في المطبخ ناجحة وبتعملي حاجات حلوة لأسرتك وأولادك يا ست الكل. أدي الكاليماري كلها فتحتها بالشكل ده كده، معاها الروس اهيت، مع عصرة الليمون الحلوة الطيبة دي كده، والتتبيلة اللي أنا جهزتها من البداية هقولها تاني عشان اللي جت متأخرة. من فضلك احنا معادنا الساعة 1 على القناة الأولى المصرية وعلى الفضائية المصرية، بتتشاف في كل الكرة الأرضية من 1 لـ2 كل يوم ما عدا الجمعة. حلو قوي. تبلنا الكاليماري بالشكل ده كده. نمسكها كده. الله، ايه الحلاوة دي يا عم الشيخ؟ اتغيرت لونها؟ شربت التتبيله؟ بقى لها طعم تاني؟ نيجي بقى لشطاره الشيف المغازي. ايه هي؟ نقف محطه هنا. ممكن نعمل دي فاهيتا، ممكن نعملها طاجن، ممكن نعملها فاهيتا مع فلفل الوان وبصل وكله يتحمر مع بعضه، وفي الاخر نقدمها على الفلامبيه تبقى لطيفه وجميله زي المطاعم. ممكن نعمل طاجن كاليماري بالقشطه، طاجن كاليماري بلسان العصفور، وهكذا. بعد التتبيله الحلوه دي مخرجنا الجميل، تعالوا نجهز التوبنج بتاعنا اللي هو اهم حاجه عشان الكاليماري دي تطلع معايا كريسبي ولطيفه وجميله. هنجهز التوبنج ازاي واحنا شغالين مع بعض كده واحده واحده؟ هنجيب بوله تانية او كاسروله فيها دقيق بالشكل ده كده. دولت من الدقيق كوبايتين دقيق تقريبا. بنحط على الكوبايتين الدقيق دولت شويه نشا، تقريبا 4 معالق من النشا. ركزي معايا من فضلك، الله يرضى عليك. حطيت كوبايتين من الدقيق عليهم 4 معالق من النشا. كل كوبايه دقيق بتاخد 2 معالق من النشا. علل ولماذا؟ علشان الكاليماريا ما تبقاش طريه معاكي وتبقى كريسبي وتاخد شخصيه في قلب الزيت، لان النشا اللي هو المنتج من الدقيق بيطلع من الذره طبعا احنا عارفين، غير القمح. النشا ده بيطلع من الذره واحنا عارفين الحاجه دي، فايدته بالذات مع المقليات بيخليها كريسبي، فدايما تستفيدي بيه. اضافه الشيف المغازي بقى للكاليماريا عشان تحس ان هي مرمله ولطيفه،
حفنة من السميت الناعم. الله يا عم الشيف الروان ده، والبهارات بتاعتنا في قلب الدقيق والسميت والنشا. ايه بهاراتك؟ شوية بابريكا حلوين، شوية كركم حلوين، شوية كمون حلوين بالشكل ده كده، برضو كمون وكزبرة مع شمر ناعم. التوابل اللي حطناها على التتبيلة بتاعتها هي نفس التوابل اللي هنحطها على الدقيق. ده مهم جدا علشان يبقى التوبنج له طعم. ناكل التوبنج ونسيب الكاليماري. هناخد الكاليماري بعد ما تبلناها بالتوابل الحلوة دي كده، والدقيق مع النشا والسبيط، هنسقطه في قلب الخلطة دي ونسيبه وننساه ونشوف ايه ورانا في البيت. نعمل سلطة، نعمل رز، نشوف الأولاد متطلباتهم ايه، نشوف جوزي رايح على الشغل وهكذا. ده دقيق نشا سميت حلوة. هناخد الكاليماريا الحلوة دي كده بين كفاية ايدي وعصرها. الله، وسقطها هنا، واخد التاني كده وعصرها، وسقطها هنا، واخد دول كده وعصرهم، وسقطهم هنا، واشيل ده ملوش عوزة، واخلي دي كده هنا مع حضراتكم. واحدة واحدة انا شغالها اهو. حلو الكلام؟ ونمسكها نقلبها كده ونفلفلها كده ونسيبها في الدقيق تعيش شوية، 10 دقايق تقريبا. وانساها شوية. اتعلمت ازاي يا حلوة؟ يا ست الكل، يا أمي، يا تاج راسي، يا خالتي، يا تيتا، يا ماما، تعملي الكاليماريا في البيت مقلية ازاي؟ ضمنت النظافة، ضمنت زيتك النضيف الحلو، ولادك أكلوا سمك من إيدك. ادي الكاليماريا قطعتها بشكل جديد. بص على مخرجنا كده بالله عليك، انا عارف انك انت عايز كاليماري النهارده. شايف الكاليماري؟ شرايح من الكاليماري مقليه وكريسبي. هنسيبها في التتبيله كده. الكاليماريا احنا حطيناها في الدقيق، والخلطه التوبنج بتاعتنا اللي هي المختلفه، التركيبه بتاعت الشيف المغازي، عباره عن سميت ناعم معلقتين مع 4 معالق من النشا مع 2 كوباية دقيق. كمية الكاليماري كيلو تقريبا بالروس بعد التنظيف في قلب الكاسرولة. سيبيها زي ما هي، انسيها شوية لمدة 10 دقايق. بتعمل ايه يا عم الشيف؟ مخرجنا بيسأل. قلت له لما نطلع مع بعض نقول بصطاد الكاليماريا من الدقيق. بالشكل ده كده. بأكد طبعا ان هي كلها خلاص حلوة قوي بالشكل ده كده زي الفل. دي الكاليماريا بعد ما حطيناها في التتبيلة، بتأكد ان التتبيلة دخلت جواها بقت بسكوتة. دي الكاليماري بتاعتي زي الفل. اشيل الدقيق ده مش عايزه. وعندنا الزيت شديد الحرارة، اخباره ايه؟ زي الفل. هاخد الكاليماريا دي كده وهي قدام عينيا كده، يا حبة عينيا، بنسمها. تعالوا بقى مع بعض نحطها في قلب الزيت بالشكل ده كده. التنسيمه دي مطلوبه في قلب الزيت يا عم الشيف، زيت شديد الحراره. نعم، هقول لك بعد ما سقطها في قلب الزيت. بقول لك حطيت عليها، حطيت ميه عليها ليه؟ عشان اثبت التوبنج اللي انا تعبت عليه، التتبيله الاوليه، بعدين النشا، بعدين الدقيق، بعدين السميت. ما تتحطش كلها، خلي بالك، تحط كده واحدة واحدة، ما تحطيش واحدة على التانية. كاليماريا متحمرة بطريقة جديدة، وأنا بحب الكاليماريا الأوزي الصغيرة اللطيفة جميلة. بحب الروز بتاعت الكاليماري، تبقى عاملة زي الطعمية بعد ما تتحمر. والله بص، شايف الراس دي؟ بص الراس دي، بص. عاملة زي راس العصفورة.
يلا هز عينيا. حلو قوي الكاليماريا كده، لازم اسقطها كلها في الزيت مره واحده. طبعا الكاليماريا الصغيره دي لما بتستوي بيبقى طعمها كريسبي وبتاخدش وقت كتير في السوا. نسيبها في قلب الزيت. يلا تعال شوف الصبيط وانا معاك. تبص ده بلح الشام مش صبيط. الا الهزه دي، مش اي حد يهز الهزه دي. خلي بالك الهزه دي ما بتعمل ايه بقى، بتفصل لك الصبيط من بعضه وبتخليه لك كريسبي، ان هو يطلع فوق يشم التبريد وينزل تاني. اعمل ايه كده، اخليه كده بس خلاص، واسيب الزيت يسخن شويه. تعالوا نروق الكاونتر بتاعنا ونغرف شويه الرز الابيض الحلوين والحاجات اللي ملاش عوزه بنخلص منها. مهم جدا لما تعملي اكله سمك يبقى مطبخك رايق وزي الفل، مطلوب منك تقعدي في وسط ولادك وانت بتاكلي وهم بياكلوا، تشاركيهم يقول لك تسلم ايدك يا ماما، ما يبقوش هم في وادي ومع طعم الاكل وانت عيني في المطبخ. ترويقه المطبخ مهمه جدا، وبكرر تاني النظافه اهم من الاكل في المطبخ. نظافه المطبخ اللي بتساعدك انك تبدعي، بتشيل لك الكآبه، بتديكي طاقه ايجابيه، بتديكي امل لبكره. بجد يا شيفك، والله العظيم مفاتيح السعاده الزوجيه والعائليه والاسريه والحنيه هي المطبخ. مطبخك رايق زي الفل اهو. نغرف شويه رز ابيض حلوين مع بعض. خلي بالك الرز الابيض احنا عاملين اكل النهارده مكلف، عدلوا شويه الرز الابيض دول المفلفل ده. شفت ازاي؟ الله، تاكلي صوابع كراهه. نعم يا غالي، لازم رز مصري، ما ينفعش رز البسماتي يا مخرجنا. رز البسماتي هنا مع أكلة السمك دي مش مطلوبة في كل أنحاء العالم، في الصين في اليابان سمك يعني رز مصري. كاري ممكن رز مصري ورز بسماتي، بس بصراحة البسماتي مع الكاري أحسن، واحد يقول الحقيقة يعني. واحنا بننتج برضو رز بسمتي. تاخد الرز ده كده زي ما هو كده بحلاوته دي كده، نحطه هنا مع القرن الفلفل الحلو ده كده اللي كان على وش الرز ده كده، عشان جوزك بيحب الحار، الحاجات دي مطلوبة. حلو الكلام. تعالوا نشوف الكاليماري وصلت لفين، نرجعها تاني الزيت. الزيت سخن معانا، بسم الله الرحمن الرحيم. انزل يلا نجهز طبق للكاليماري. معانا وقت يا شباب نعمل السموزي بتاعنا. معانا سموزي مانجا. الله يا سلام، ربنا مبارك في الوقت. دايما لما نشتغل باخلاص ونشتغل بحب الوقت بيعدي انجازا، ولكن لو قاعدين ماسكين الساعة بقى فاضل كام عايزين نمشي ونتاوب. ايه اللي انت حاطه ده؟ والله شوية نعناع حلوين كده، حابب احطهم مع عم كاليماري بالشكل ده كده. سامعين الصوت ده؟ اقف جنب الزيت عشان نسمع الصوت ده. الله، لسه ما خلصتش، اصبر على رزقك. ايه اللي بتعمله ده يا شيف؟ بالله عليك، بالله عليك قول لنا ايه اللي بتعمله ده. ده شغل جامد قوي، شغل عالي قوي. الزيت ده ممكن تكون محمره فيه بطاطس قبل كده. لازم تعمل الشغل ده، بس اوعى تعوري نفسك. يلا نغرفه مع بعض. بسم الله الرحمن الرحيم. الله، كاليماريا مقلية، نخشيها كلها كده مع بعض، ايه رأيك؟
انا هسيب الكاليماريا دي للشباب واكل الروز بتاعتها. الف انا وشفا، الف انا وشفا للي ياكل. يلا بينا. على فين؟ هنا عينيا. صينيه سمك بالبطاطس مدرسه المغازي، بطاطس قطعت شرايح حمرناها بالنشا مع التوم مع شويه بهارات، طريقه جديده لتثبيت التوبنج والتوابل على البطاطس. بعد ما اتحمرت خليناها على جنب، خدنا السمك قطعناه شرايح ما حطيناش عليه اي توابل غير عصره ليمون للتخلص من الزفاره، خدنا الخلطه بتاعتنا اللي هي الزيتون الاخضر مع الكزبره مع الشبت مع البهارات بتاعتنا من الشمر والملح والفلفل والفلفله، عصره ليمون غلوه على النار مع بصله وتومه وزبده، حطينا شرايح من البطاطس شرايح من السمك، الخلطة بتاعتنا الإبداع، ثم البطاطس ثم الخلطة، دخلناها الفرن في درجة حرارة 180 لمدة 10 دقائق. أما الكاليماريا الكريسبي اللطيفة الجميلة تتحدث عن نفسها، لما تاكليها هتقولي شهادتك فيها حلوة، ودي لما تاكليها هتقولي شهادتك فيها طلعت إزاي مش عارف. معانا رز مصري عدل السفرة بتاعتنا، مشروبات غازية ممنوعة على السفرة وخاصة لو كانت أسماك، خليكي مع العصيرات الطازة، احنا ربنا كرمنا عندنا المانجا العالم بيحسدنا عليها، تعملها ايس كريم، تعملها سموزي، تعملها مربى، تعملها مخلل، زي ما انت حابة. رؤية فن إبداع، بنشوفك كل يوم على شاشة القناة الأولى والفضائية المصرية من ماس بيرو. We'll be right back.